طيب يعني سيبنا من خش بقى في نجيب المهم. محفوظ ومحمد عبد الوهاب، لكن هي أم كلثوم. يعني مبدئيا هنفكركم بمنهج ملك وكتابة، وقت ما الناس كانت بتتكلم بتفاخر على إنه الفنان فلان الفلاني زملكاوي، والحق ده علان الترتان زملكاوي، قلنا لكم ساعتها عيب، احفظوا للكائنات قيمتها. أي إنسان عظم أو كبر هو اللي يفخر بالانتماء والانتساب للمكان. أي واحد يفخر ويزهو إنه أهلاوي، إن النادي الأهلي لا يزهو بإنه أي فرد ينتمي إليه، حتى ولو كانت في قيمة أم كلثوم. في حلقة سابقة تعرض ملك وكتابة لأم كلثوم وتشجيعها الرياضي، نفكركم بيها. أم كلثوم أهلاوية مؤسسة، يعني من أقدم العضويات، العضويات ما حدش يعرف دي، إن أم كلثوم عضو في النادي الأهلي كانت من كام سنة كام يا أستاذ إبراهيم؟ الأول أنا عايز أكشف بس عن هذه الوثيقة، ودايما وأبدا الوثائق التاريخية لها أهميتها. في مجلة الأهلي كتب الأستاذ فاروق يوسف في فبراير 75، ده مع وفاة أم كلثوم، قصة أم كلثوم مع الأهلي يرويها فكري أباظة، كيف بنت أم كلثوم حمام السباحة بالأهلي ومدرجات الاتحاد. وبيكشف الأديب الكبير فكري أباظة، واحد من أقطاب النادي الأهلي ورئيس شرف النادي الأهلي، وقتها كان هو اللي بيقود مسألة جمع التبرعات في حفل كبير جدا في الذكرى ال 44 لرحيل كوكب الشرق سيدة الغناء العربي أم كلثوم. فكري أباظة حاكي في هذه القصة اللي كتبها الأستاذ فاروق يوسف عن علاقة أم كلثوم بالنادي الأهلي. فبيقول الأستاذ فاروق يوسف في مداخلة هاتفية مع إحدى الإذاعات المصرية الخاصة في يوم الاحتفال بعيد الحب الخميس الماضي، أكد الفنان سمير صبري أن أم كلثوم كانت تحب النادي الأهلي، ده كلام صديقنا العزيز علاء عزت، لدرجة العشق والجنون، مؤكدا أنها ذات مرة، ده الفنان الكبير سمير صبري، ذات مرة التقى سيدة الغناء العربي في مطار القاهرة قبل سفرها للخارج للعلاج، سألها عن الشيء اللي كانت تتمنى أنها تعمله لو لم تكن مطربة، فقالت هتندهش لو قلت لك لو لم أكن مطربة لوددت أن أكون حارس مرمى فريق الكرة في النادي الأهلي. فاستغرب جدا سمير صبري وبيقول إن أنا اندهشت جدا، ولما سألتها قالت إنها تعشق وتشجع النادي الأهلي جدا طيلة حياتها، وهي تشاهد مباريات الأهلي كانت بتتمنى إن يكون لها دور في انتصارات وبطولات الأهلي في الكرة، لأنه قد كده شايفة هي بتسعد الجمهور. طب ليه اشمعنى حارس مرمى؟ قالت لأن أنا بشوف إن حارس المرمى ده أكتر اللاعبين اللي بيتحملوا العبء من أجل الدفاع عن تحقيق الانتصار وتجنب الهزيمة والحفاظ على الانتصار. أي في الثلاث حاجات هي عايزة هي شايفة إنه تبقى درع وسيف الأهلي. بالظبط. أم كلثوم اللي ولدت في 31 ديسمبر 1898، توفيت في 5 فبراير 1975، حصلت بقى على عضوية النادي الأهلي سنة 1916. يعني بعد 11 سنة من نشأة النادي الأهلي، تسع سنين نالت العضوية الشرفية أو العضوية الشرفية للنادي الأهلي. كانت أهلاوية متحمسة جدا. الأستاذ فاروق يوسف مع وفاتها حكى قصة علاقتها بالنادي الأهلي، وقال إنه أول سيدة تدخل النادي الأهلي في عام 16 لما الجمعية العمومية للنادي الأهلي سمحت للمرأة بالحصول على العضوية تكريما لدور المرأة في المجتمع. كانت عضو شرف يعني مدى هي الحياة، العضوة رقم واحد هي، كانت عضو شرف مدى الحياة برقم 4391. الغريب أو الطريف إن هي ذات مرة حكمت مباراة بين الفنانين وقدام اللعيبة، يعني حتى مباراة خيرية، فاختارت إن هي تكون حكم لهذه المباراة الخيرية، لأنه كان ليها إسهامات كبيرة جدا في الأعمال الخيرية وفي الحفلات الخيرية اللي كانت بتحييها لصالح المجهود الحربي ولصالح أعمال خيرية أخرى. كان ليها دور كبير جدا في جمع التبرعات لإنشاء حمام السباحة بتاع النادي الأهلي اللي في الجزيرة. أحيت حفلتين لهذا الهدف في النادي. وقال الأستاذ فكري أباظة رئيس شرف النادي إنه أم كلثوم
رفضت ان هي تاخد اي مقابل في الغناء في الحفلتين، حققت ايراد 15000 جنيه. مبلغ رهيب ده زمان يعني. وغنت بدون مقابل في الحفل الكبير اللي اقيم مرتين في النادي الاهلي، وده كان الحفل اللي كان بينظمه الكاتب الكبير الاستاذ مصطفى امين في حملته لجمع التبرعات لانشاء حمام السباحه. بالله عليك شوف الاسماء، وقت رئاسه عبود باشا للنادي. شوف الاسماء اللي عمالين نتكلم عليه. اللي بيعمل التبرعات والعمله عضو النادي الاهلي الكاتب الكبير مصطفى امين. الذي يتحدث عن ام كلثوم رئيس شرف النادي الاهلي، الاديب الكبير المفوه الساخر، قول عليه اللي تقوله، فكري اباظه، عم الاهلاويه فكري اباظه، الذي التي نتحدث عنها ام كلثوم العضوه رقم واحد في عضوات النادي الاهلي، والتي تبرعت بحفلتين عملوا 15000 جنيه. دي حاجه رهيبه يا جماعه، يعني تعمل 15 مليون جنيه السنه دلوقتي. صحيح. لكن الـ 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 الاجمل بقى ان كل التبرعات دي راحت. طب عايزين نعمل المدرجات وعايزين نعمل حمام السباحه، راح احمد عبود باشا رئيس النادي الاهلي خد المبلغ ده وكمل عليه وعمل لنا الحمام والمدرج. ايوه صحيح. هذا هو النادي الاهلي الذي احيانا يتحدث عنه بخفه من لا يعرف تاريخه. طيب اعتقد احنا طولنا شويه في اللقطه دي لانها دامغه. دامغه في ايه؟ هو احنا يعني عايزين كل اللي يهمنا نطلع لا ده ام كلثوم كانت اهلاويه مش زملكاويه؟ مش هو ده الهدف. الهدف ان انت بتحاول تلوي الحقيقه، وانت تذكر نقطتين مهمين جدا. الاولى انا اعتبر، شوف بقى اللي عايز ينسي في تاريخك، ان عبود باشا هو اللي الباني الحقيقي للنادي الاهلي. عبود باشا رئاسه امتدت من 48 ل 61 لحد ما تأمم وخرج 46 من 46 ولا من 46 يعني قبلها بسنه ولا اتنين. هو عايز بقى يلغوش على كل التاريخ السابق ده. كويس. مش دي بس كمان، عبود باشا وفي اشاره ان كان عنده حمام بلدي. ماشي يا سيدي. ولدي. ولدي. طيب ان هو اللي يعني احنا على فكره احنا قبل كده قلنا لكم ان في رساله دكتوراه معموله تحت اشرافنا، كانت شاب نابه جدا عمل رساله دكتوراه عن عبود باشا، هنبقى نجيب لكم منها. احمد الغريب. احمد غريب. وهو من مدينه الاسماعيليه. عمل رساله رائعه، وانا عرفته على ابن اخت عبود باشا. عبود باشا، وكان اداله كل الوثائق اللي هي بقى تعمل دكتوراه غير مسبوقه يعني. لكن مش بس تقول على النادي الاهلي عبود باشا، لا، احد المؤثرين جدا 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 ونفخر به ويفخر هو بالنادي الاهلي، ولكنه لم ينشئ النادي الاهلي.